مشاهدينا حياكم الله في هذا الموجز من قناة التناصح. أكد مصدر مقرب من كتيبة الشهيد أنس الدباشي رفض ما يسمى غرفة عمليات تنظيم الدولة التوقيع على بنود وقف إطلاق النار في المدينة. وأضاف المصدر للتناصح أن الكتيبة 48 التابعة لرئاسة الأركان وقعت على بنود الصلح وفض النزاع مع حكماء وأعيان صبراتة. وأشار إلى أن كتيبتي الدباشي و 48 ستصدر بيانا الساعات القادمة تحمل فيه غرفة مكافحة تنظيم الدولة مسؤولية تطور الأوضاع في المدينة. نفى المؤتمر الوطني العام يتداول من أنباء حول إطلاق عملية عسكرية باسم نور الفجر غرب العاصمة طرابلس. وأكد مكتب الرئاسة بالمؤتمر أن غرفة العمليات التي تحمل شعار نور الفجر هي غرفة قديمة تم تشكيلها عام 2014. ودعا المؤتمر الوطني العام جميع الأطراف إلى التهدئة وإيقاف المواجهات العسكرية حماية للمدنيين وتجنيبا للبلاد مزيدا من الدمار، مستنكرا في الوقت ذاته مواقف بعض الأطراف لبث الفتنة وإطالة أمد الاقتتال. أشار رئيس لجنة تعديل اتفاق أسخرات بما يعرفه مجلس الدولة موسى فرج إلى أن خطة العمل المطروحة من المبعوث الأممي إلى ليبيا سلامة لم تكن مفاجئة لهم. موسى وبحسب وكالة أكل إيطالية قال أن هناك ثلاث محطات رئيسة وهي تنفيذ الاتفاق وتعديله والاستفتاء على الدستور، والمحطة الأخيرة والثالثة هي الانتخابات بعد تهيئة المواطن الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة بحسب قوله، مضيفا بأن نقاط التوافق هي فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي وسيكون هناك نقاشات حول الصلاحيات وحجم الحكومة ومن الذين سيتم اختيارهم، منوها إلى أنه من المتوقع أن يكون الخلاف حول تجميد المادة رقم 8 ونحن نرفض تجميدها وإلغائها بحسب قوله. اتفق مسؤول الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على تعزيز التعاون بينهما بما يخدم حل حالة الأزمة الليبية. وزارة الخارجية الجزائرية وفي بيان صادر عنها الخميس أكدت أن مساهل أجرى محادثات مع لودريان على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفقا على إعداد آليات الاجتماع الثنائي المقبل المقرر عقده في الربع الأخير من العام الحالي. إلى الخبر الأخير، حيث دعا رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عباس القاضي رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية المفوض طلبهما بوضع حد لتجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. القاضي وفي مراسلة له تحصلت التناصح على نسخة منها، طلب أيضا بإطلاق سراح المحتجزين من العاملين بهيئة الأوقاف وعلى رأسهم من احتجز أخيرا من قبل قوة الردع الخاصة. وأشار رئيس هيئة الأوقاف إلى أن الهيئة تحتفظ بحق مقاضاة كل من يتورط في الاعتداء على العاملين بالهيئة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات ينتج عنها عواقب وخيمة تؤثر على أعمال الأوقاف والخطابة الدينية الوسطية الموجهة للمجتمع الليبي وفق نص الرسالة. ختام الموجز، إلى اللقاء. Thank you.